Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. ذا في الساحة السياسية الفرنسية وتعد أنها إذا وصلت إلى سدة الحكم بالنهوض بفرنسا مجدداً. فمن هي مارين لوبان التي هزمت ماكرون في الانتخابات الأوروبية؟ مرشحة اليمين المتطرف وزعيمة حزب التجمع الوطني انضمت إلى الحزب في سن 18، حاصلة على شهادة الماجستير في مجال القانون وعملت كمحامية. انتخبت في عام 2004 عضواً بالبرلمان الأوروبي، كما شاركت بالانتخابات الرئاسية مرات عدة، وكانت أبرز وعودها إجراء استفتاء عام حول استمرار عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي، تعليق كافة أشكال الهجرة إلى فرنسا، ودعوتها إلى الترحيل الفوري لمن يقيمون في فرنسا بصفة غير قانونية. Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à faire revivre la France. السيدة الطموحة التي عرفت بطباعها الحادة يتهمها كثيرون بالعنصرية وكراهية الأجانب، وعدت بتجميد مشاريع بناء المساجد في فرنسا وتوسيع قانون منع ارتداء الرموز الدينية. لوبين هي اليوم المرشحة الأوفر حظاً للفوز بالرئاسة الفرنسية بالاستحقاق المقرر عام 2027، وسيعد فوزها سابقة تاريخية، إذ لم تحكم فرنسا امرأة من قبل، كما لم يحكم اليمين المتطرف البلاد قط.